نعم، هذا واجبنا ربما العقدي والأخلاقي والديني. سيد عمر، اليوم نتحدث عن كذلك هزيمة لميليشيا الدعم السريع بالفاشر خلال المعارك. هل ربما هذه التطورات تنعكس على أوضاع المدنيين بشكل أو بآخر على المدى المنظور؟ بالتأكيد هي يعني تنزل برقا وسلاما أولا على كل السودانيين. كل ما والله يعني لأول مرة في التاريخ أنا أرى سودانيا يتشفى من مقتل شخص. يعني عندما قتل المجرم البيشي في محور سنار، والله الشعب السوداني كله فرح فرحا يعني منقطع النظير. الآن هذه الكلمات منك إنما تعبر عن إنسان لديه يعني كم هائل من الإنسانية. أن يطمئنني الآن أن هنالك يعني هنالك هزيمة لميليشيا الجنجويد، وهذه تثلج صدور السودانيين إن شاء الله. وبالمناسبة هم لم يهزموا فقط في الفاجر، إنما هزموا وولوا الدبر في محور سنار وفي سنجة وفي السوكي وفي الخرطوم. الآن يعني أطمئنك بأن يعني الجيش السوداني سيطر على معظم محاور مدينة الخرطوم، ولاية الخرطوم بمدينها الثلاثة. وإن شاء الله يعني ستسمع قريبا أخبار سارة كما قال سعادة الفريق ياسر العطا. نعم، أختم معك بكلمتين سيد عمر. اليوم دعوة ما تسمى بتقدم لطرفي الصراع كما سمتهما لوقف القتال، وأنهما يعيقون أو يعيقان وصول المساعدات عبر الحدود، يطالبان بإنهاء تلك المعاناة. كيف تقرأ هذا الموقف من تقدم وأختم معك؟ والله أنا أطلب من تقدم فقط أن تطلب من ميليشيا الجنجويد أو ميليشيا الدعم السريع أن تترك المواطنين في حالهم. إذا فقط رفعت يدها على المواطنين وعن قتل المواطنين فهي تكون ما قصرت. ولكن يعني أن تطلب من جيش نظامي وطني لدولة ذات سيادة أن يخف عن الدفاع عن مواطنيه ضد ميليشيا من 8 دول استهدفت مواطنيه، فهذا هذه دعوة حق رضا بها باطل. شكرا جزيلا سيد عمر الكردوفاني، الصحفي والمحلل السياسي السوداني، كنت معي طيلة هذه الفقرة من برنامج في المنتصف. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن طيب المتابعة، وحتى نلتقي في أمان الله.